السلام عليكم، كيفكم؟ أخباركم؟ دخنت لكم المندي. شو تدخيني غير عن كل الناس؟ تعالوا شوفوا طريقتي بالتدخين. شوفوا ما شاء الله بتشهي. تعالوا شوفوا كيف دخنت الزيت اللي بدي أطبخ فيه المندي. هلأ هون عملت فحمي، ما فحمي أرجيلي، فحمي شوي، حطيتها بقصديري، وكنت محضرة بطنجرة كاسة زيت على البارد باردي، تمام. ضفت عليها نقطتين زيت وغطيتها، شلتها حطيتها بالبرندة مشان ما تعبى ريحة الدار شوي. طبعا هون بلشت بدي نظف الجاج، تمام. هون نظفته، انتو كيف بتنظفوه نظفوه، كل مين له طريقة بالتنظيف. وبعد ما غسلت الجاج بالملح والخل، بلشت انا هون مثل ما شايفين شقشقته شوي مشان يغب التتبيلة. وانا بحكي كتير، يعني المفروض خلي جلد الجاج، بس ما حسنت اني خليه لانه كان كتير وصيخ وما قدرت اني خلي الجلد عليه. مهم انا رح اشويه شوي غير شكل، وهلا بشرح لكم. أشط الجلد هون وغسلته ونظفته، حطيت معلقة ونص ملح لإلون، يعني تقريبا كل كيلو جاج بده معلقة ملح. أنا ما تقلت الملح كتير فيه، يعني لأنه بدي غب. يعني هون حطيت معلقة مليانة فلفل أسود. بتحبوا تعملوا الخلطة كلها مع بعضها اعملوها. هون بلش شر الزيت فوقهم شوية زيت، يعني بمقدار نص كاسة. حطيت هيل مطحون، هذا نكهته كتير قوية. معلقة دبس البندورة ومعلقة دبس الفليفلي. لا دائما انا بستخدم الطريقة التقليدية، طريقة بابا الله يرحمه، فانتو فيكن تخلطوا الصوص كله مع بعض، وهذا اللي حطيتهم. ضيف الصوص على الجاج اذا بدكم، ومعلقتين لبن، والوصفة ما بدها توم. هون حطيت نص معلقة بهارات السبعة، هاي كتير مهمة. هلأ جايتكم بالحكي. هسه بدي احط معلقتين كزبرة، رشيت معلقتين كزبرة يا اكابر. هون عندي ملون طعام، شوفوا هلأ اهلون اللي بده يطلع شوي ما كتير، هذا اختياري يعني مشان يطلع لون الدجاج حلو. وتبله، نقع ساعتين ثلاثة قبل بيوم، كل ما نقعته كل ما اكلته دجاج مشوي طيب. هلا انا بنقعه ساعتين ثلاثة يعني تقريبا. هلا هون بلش غطيهم وحطهم بالفرن. غطيتهم بورق الزبدة، حطيتهم على اعلى درجة حرارة بالفرن، وانا فرني نايس يعني ليكم ما شاء الله. وبعد ما بردت الفحمة وتأكدت انه بردت وطفت، يعني ضلت تقريبا شي ثلث ساعة بطنجرة نظيفة او بنفس الطنجرة، هاي اختيارية يعني. وهذا الزيت اللي دخنته بدنا نطبخ فيه المندي. يعني تصوروا الي مصورة هالفيديو من رمضان ولهلأ ما نزلته، كان عندي عزيمة وقتها. هون عملت فليفلي خضرة او فليفلي ملوني، قرنين، بصلي فرمته الناعم او وسط اللي بدكم اياها، بس المهم ما تخشنوا البصلية هيك مثلي، كتير بتعطيها نكهة طيبة. بلشت اقليهم بالزيت اللي مدخن يلي دخناه مع بعض مسبقا. حطيت عودين قرفة او عود واحد بكفي، ما يلا ما بيأثر، تعالوا نحط عودين. المهم هون يا بنات الحلال انه هون انا مدخن هالزيت وعم بقلي هالبصلي وهالفليفلي فيه، حطيت هالقرفة ورحت جبت لكم مي مغلية، او اذا بتحبوا انتوا تغلوها. يعني بعد ما نقله منيح ضفت المي المغلية، وبأسفل المعلقة الصغيرة كبش القرنفل، وثلاث معالق صغار ماجي طبعا حسب الرز. يعني أنا عندي هون ثلاث كاسات ونص رز يا أكابر. وحركتهم مع بعضهم، يعني مزجتهم. شو بتحبوا تحطوا ليمون يابسي ما بيأثر، بس أنا يعني دخنت الزيت هذا كله سيطر، يعني أهم شيء بهارات القرنفل مثل ما شفتوا القرفة، تمام. بعد ما غليت هالماجي واستويت هالبصلي والفليفلي وتعقدت، انا ضفت الرز. لكل كاسة رز منقوعة مغسولة نظيفة بتحطوا كاسة مي، وقت صار الرز والمي على سوا بعض بتغطوا الطنجرة وبتهدوها على انوس درجة حرارة، يعني انا عفتها شي 10 دقايق تقريبا. عندي متلت الوان ملون طعام، الاخضر والبرتقاني والاحمر، وبتحبوا تحطوا اللونين. طبعا انا عملت طنجرتين يا اكابر، بدكم هيك شوي تشوفوه في لخبطه هيك شوي بالطبخات، لان كان عندي عزيمه رجعت عملت طنجره ثانيه. هون عملت لونين، حطيت هدول اللونين بقلب الطنجره، وكمان حطيت ثلاث الوان بالطنجره الثانيه، وهذا هو ملون الغذاء الطعام من عند العربه موجود. وهون الرز استوى نص سويه معي، ضفت ملون الطعام عاد ما بيأثر، كشفت الطنجره برجع بغطيه كمان 5 دقائق او 7 دقايق، انتو حسب ما تكشفوا عليه ابدا، يعني بتحسوا انتو بتحسوا على الاحساس انه استوى الرز. حطيت نص كاسة مي صغيرة على ربع معلقة ملون طعام، ما تكتروا حسب انتو اختيارية لون الرز. وهي اول طنجرة مثل ما شفتوها بالرز الملون، يعني حطيت اللون الاخضر والاصفر
وهون الدجاج بلش يستوي. مثل ما قلت لكم الدجاج انا قشطت جلده يعني مثل ما حكينا، بس غطيته بورق الزبده، كان منهنه وكتير طري وطيب وبشهي. وانا مثل ما قلت لكم هو ما لازم انا اقشط الجلد على الدجاج يعني، تمام؟ قولوا لي ليش؟ لانه الدجاج لازم يكون بجلده مأمر بالفرن، بس مثل ما قلت لكم اجى كتير وسخ ما تحملته. انا كتير عندي وسواس بالجلد يعني، اي والله. وبيعرفوني متابعيني اذا حسيته وسخ كتير وما خرج تنظيف خلص بقشط جلده من الاخر. بس شوفوا ما احلى لمعته وما اطيبه، يعني شيء زاكي وشيء ناهي من الاخر. اعملوا نفس التتبيله تدعوا لي، تمام؟ ما بدها الوصفة توم ابدا، يعني بقصد دجاج المندي ما بده توم. واذا بقول لكم رز المندي غب التدخين الطيبه، طبعا مثل ما قلت لكم ما بدنا فحم ارجيله، فحم شوي، لانه فحم الارجيله بينزع طعمه المندي. نصيحه لا تعملوها فحم الارجيله، ودخنوا الزيت مثل ما انا عملت مبدئيا. وهلا خبروني مين عجبته طريقته. كمان طريقه المشاوي هي موجوده بالصفحه، وهون مثل ما قلت لكم طلع شيء ناهي من الاخر. ما بدي امدح لكم لانه شيء واضح. المنكهات اللي حطيتها بالمندي مانا طبيعيه طعمتها. واذا ما متوفره عندكم بودره الماجي فيكم تحطوا 4 مكعبات للكيلو رز. وهون عاملين كنا منسفين مثل ما قلت لكم، كل منسف شكل. ما بدي اوصف لكم الدجاج كيف غب التدخينه من الرز، يعني بتحسوا عن جد الدجاج مشوي شوي على الفحم. هلا شو رايكم بهيك؟ ولا تنسوا اللايك واشتركوا بقناتي وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل حتى يوصلكم كل جديد.